السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. Welcome to the Quran memorization, Surah 83, verse 18 to 25. إن شاء الله. That's what we memorizing here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم صدق الله العظيم. If you are watching this on YouTube, make sure you click the center of your video. By right clicking, you will see a loop button and then press it. It will keep repeating for you. Jazakumullahu khairan.